منذ 3 سنوات وهذا حال هذه المدينة تعز. لا ترحلي يا رهام، لا ترحلي أيها المدينة الفاضلة بين جناحي امرأة. هكذا ناشدت هؤلاء الأمهات، وهكذا فكر هؤلاء الحيارى الذين لم يستوعبوا بعد هول الفاجعة، ولا كيف ستذبل روح المدينة بعد أن تغادرها روح رهام. مشيعون يحملون أصدقائهم إلى المقابر، فما يلبثوا أن يشيعوا في غفلة من الزمن وغدر من القناصة الحوثيين. الناس كلها حبت أسامة سلام. أسامة كان في المسيرات السلمية قبل ما يكون في الإعلام. أسامة كان يبحث عن وطن، عن مؤسسات دولة. أسامة كان إعلامي وكان ناشط وكان حقوقي. ملامح الحزن على رهام رسمت اليوم على وجه المدينة بل واليمن بأكملها. هضابها وجبالها العالية، جبهاتها ومنتدياتها الإنسانية، كلها عليها آثار أقدام رهام المحامية والناشطة في مجال الإغاثة. في عيد الأضحى الماضي استضاف برنامج المساء اليمني رهام البدر كي تنقل ملامح المدينة ومشاعر أطفالها بالعيد، لكنها وقد فعلت ذلك رفت نفسها مبكرا. خلف هذه أيضا البسمة التي تصنع من بين أكوام من الركام حزن شديد على كثير من الشهداء الذين سقطوا خلال 3 سنوات من القصف المستمر على هذه المدينة. هنا 3 من شهداء تعز خلال شهر يجتمعون مبتسمين في صفحة رهام، آخرهم رحيلا كتبت الشهيدة رهام عن قافلة الشهيد أسامة الذي اختار غلاف صفحته الشخصية صورة للشهيد محمد القدسي. فيا لوجع هذه المدينة، أصبحت تعز عنوانا للموت المجاني. ميليشيا تقتل بلا هوادة، وشرعية وتحالف يغدران من الخلف، وربما مستمتعان برؤيتها تنزف كل يوم خيرة شبابها وبناتها. منذ أطلق المحافظ عملية تحرير تعز حد قوله قتل أكثر من 80 جنديا من أفراد الجيش وأصيب المئات، وفي نفس الوقت لا دعم عسكريا لتعز بقدر حجم المعركة ولا نية لتحريرها كما تقول الوقائع العسكرية على الأرض. إذن فلماذا يتم التضحية بشبان هذه المدينة ما دام التحالف والشرعية لا يريدان لها الخلاص؟ كتبت رهام قبل أيام كيف سأشارك في ذكرى فبراير ومحمد القدسي وأسامة سلام مش موجودين. ترد تعز الجريحة اليوم ولا أنت يا رهام، وكما قلت يوما ما فإننا نعيش مع أناس أعزاء سنين جميلة، ويكون اللقاء الأخير عبر ورقة كتب عليها وصل متوفيا. Thank you.